الفيديو ده احنا هنتكلم فيه عن زي ما انتم شايفين الميلور وازاي ان هم في الصين بينقوه من افضل واجود انواع ديدان الميلور، وطبعا زي ما احنا شايفين بيفرزوه وبياخدوا الحاجات الكبيره في الحجم الناضجه قبل طبعا ما تدخل في مرحله الشرنقه اللي هي تبقى خنافس يعني، وبيدخلوها في فرن لدرجة حرارة معينة بحيث انها مش تموت، انها تتحمص زي ما انتوا شايفين كده. ده كده بقى ميل ورم محمص. ياخدوها طبعا يعبوها في اكياس وينقلوها للمرحلة اللي بعدها ان هم يبدأوا يعقموها ويبدأوا ان هم يدوا لها نسبة رطوبة في 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 ثلاجات تجميد. وطبعا كده بعد الحرارة وبعد الرطوبة خلاص وصلنا لمرحلة ان هو معقم وبقى جاهز 100%. طبعا دي حاجة غريبة خالص، لكن هو طبعا عشان بيحتوي على نسبة بروتينات عالية جدا جدا جدا، فهو يعتبر من اقوى انواع البروتين الطبيعي. طبعا هو بيدخلوه دلوقتي المفرمة يتفرم ويتظبط، وزي ما احنا شايفين كده الناس طبعا كلها معقمين في المكان ومعقمين نفسهم، يتحول لبودرة، يبدأوا المرحلة التانية يعبوا البودرة ويروحوا رايحين بيها على مكبس للباودر اللي هم طلعوه من الميلورم بعد التحميص والتجميد والطحن، ويبدأوا ينزلوا تحت مرحلة الضغط. يجي مكبس عظيم زي اللي هم عاملينه ده، يبدأوا ان هم يطحنوا يكبسوه، فبيطلع منه طبعا السائل الابيض اللي احنا شايفينه، وده عصارة العصارة زي ما بيقولوا، ده منتهى البروتين، ده كده اعلى نسبة بروتين غذائية، وده بيبقى الاغلى سعر طبعا. بيفضل عندنا طبعا شيء زي الباودر كده احنا هنشوفه دلوقتي. خلاص ده كده عصارة العصارة زي ما بيقولوا، ياخدوا طبعا ويبداوا ان هم بقى يعبوه في 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 يعبوا في عبوات، ويبدا ياخدوا السائل اللي بيتصفى ده طبعا اهو زي ما احنا شايفين، بينشفوه برضو في فران تانية ويتحول لباودر زي ما احنا شايفين. الباودر دوت يا حلوين ده اللي بياخدوه الجماعه اللي بيلعبوا في الجيم علشان يكملوا البروتين الخاص بيهم، فيه يخلطوه في الزبادي ويخلطوه في اللبن ويبقى زي ما انت شايف كده.